حياكم من جديد مشاهدينا، وإلى أخبار ومنوعات حلقة اليوم. أول خبر معنا عن لعبة كورونا. قرروا 4 أخوات من ألمانيا أنهم يخترعوا لعبة، يعني مع طول العزل والحجر اللي كان موجود، اخترعوا لعبة لوحية لفيروس كورونا تباع منها الآلاف النسخ حاليا، ويمكن أن يلعبها 4 لاعبين. والصدمة في الموضوع أن اللعبة باعت حتى الآن 2000 نسخة في ألمانيا فقط. صراحة جاني فضول ألعبها، بعرف إيش قوانين هذه اللعبة وليش سموها كورونا أصلا، ولكن أتوقع عشان هم اخترعوها في وقت كورونا فلذلك سموها باسم كورونا. وين نعيش ونشوف هذه الفترة وفترة الحظر والحجر، صراحة شفنا مواهب كثير من كل أنحاء العالم، يعني الشباب والبنات استغلوها أفضل استغلال. Good for you صراحة، هنيئا لكم. ما أعرف هنيئا لكم بس نكمل. الخبر الثاني لقصر الفصول. سمعت عن تقنية التايم لابس أو تقنية التصوير المتسارع لقصر يوجد في الصين، وتظهر تغيرات الفصول الأربعة. كان هذا القصر ملك للرئيس الصيني السابق تشيانغ كاي. أي فصل هو الأجمل برأيكم؟ شايفين كده نشوف ال4 فصول لهذا القصر. صراحة أنا حبيت أكثر شيء الربيع، أنتوا حبيتوا إيش؟ والخريف شكله رائع، شايفين المنظر؟ الربيع والخريف رائعين جدا، الشتاء مو حلو، هو حلو بس المنظر ما عجبني مرة. عموما خلينا نروح لخبر آخر. وطائرة تتفادى كارثة. كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي تفادت فيها طائرة ضخمة كارثة أثناء إقلاعها، حيث لم تقلع إلا في أمتار قليلة قبل نهاية المدرج في أحد مطارات صربيا، وبعد كذا اصطدمت عجلات الطائرة بفروع الأشجار على نحو لم يؤثر كثيرا. ولكن راح نشوف المنظر مع بعض، صراحة المنظر مرعب، يعني أنا ما أتمنى أني أكون في هذه الطائرة أبدا أو أحد ركابها، ولكن الحمد لله. شايفين خلاص، شايفين تطاير الشجر كيف؟ الحمد لله عدت على خير هذه المرة. نروح لاستعراض لنط الحبل. راح نشوف مع بعض مقطع فيديو يظهر طلاب صينيون وهم يمارسون التدريبات على نط الحبل بصورة جماعية، وقد تجاوز عدد التلاميذ المشاركين في التمرين 400 تلميذ. تم تنظيمهم بطريقة هندسية لتحقيق أكبر استفادة من مساحة التدريب. حلو، ما شاء الله، جميل جدا، لا تعليق صراحة، ولكن ما أعتقد أنها معجزة عندهم لأنهم صراحة سيادة التنظيم. ولكن لو يبعدوا عن الأكل الغريب شوي يريحونا، والله يريحونا في حياتنا، خليهم في النط، يعني ما شاء الله منظمين ومرتبين، والأطفال من صغرهم يعلموهم التنظيم والترتيب، بس لو يبعدوا شوي عن الأكل الغريب ويخلوهم على الأكل اللي نعرفه والأكل اللي ناكله، ويسيبوا الحيوانات في حالة يا جماعة، والله حنرتاح كلنا مو بس هم. المهم نروح لآخر أخبارنا اليوم، الشطرنج في الجليد. أتوقع من قمة الطفش الموجودة عند هذول الرجال قرروا أنهم يروحوا يلعبوا الشطرنج في الجليد. هم من كندا، فلعبوا أثناء السباحة في بحيرة جليدية في درجة حرارة 20 تحت الصفر. شايفين؟ واللاعبون طبعا ارتدوا قبعات صوفية فقط، واستخدموا طوف جليدي كدعم للوح اللعبة، واستمرت المباراة 5 دقائق. إيش الفكرة في الموضوع؟ ما أعرف. أني أسبح في الجليد وألعب شطرنج؟ ما أعرف. ولكن السؤال اللي جاء في بالي، كيف قدروا أنهم يتحملوا 20 درجة تحت الصفر في الجليد 5 دقائق؟ هذا اللي جاء في بالي. مزاجهم صراحة عجيب، دائما نعيش ونشوف في أخبارنا حول العالم. والحمد لله خلصت، هذه كانت آخر أخبارنا لليوم، ولكن